بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كان نشكر السكر موقع أصوات الدرويش على هذا التموقع ديالها دائما باش تعطي واحد الصورة إيجابية للكرة ديال الدرويش بصفة عامة. المقابلة كما كنت كتشوف سيميمون، المقابلة كانت كان فيها واحد شوية ديال الندية، كان فيها واحد شوية ديال كلا الطرفين، وكما كتشوف انه كان تلقينا البطاقة الحمراء في الشوط الثاني، كان أثر شوية على النجاعة ديال اللاعبين ديالنا، قدموا مستوى طيب، وكان ندعو إن شاء الله التوفيق لكلا الفريقين، لا بالنسبة للاتحاد وفرقوش حتى هما عطاو داروا مقابلة جيدة، ونتمنى إن شاء الله حظ موفق لباقي المباريات إن شاء الله. ياسين سيدي ميمون، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. كنشكر كل مكونات فريق اتحاد بوفرقوش على المجهود اللي كيديروا، وكنشكر جميع اللاعبين اللي بذلوا مجهود جبار اليوم. هدفنا المنشود كان هو الحصول على 3 نقاط، الحمد لله حصلنا على 3 نقاط. كيف كتعرف الاخ ميمون، نتيجة هدف لصفر اصعب نتيجة في كرة القدم. حاولت ما امكن نسق بين لالين ديال لا ديفونس وميليو تيران لاطاك. راك شتي لاحظتي في ربع ساعة الأخيرة كتلعب بواحد المهاجم. الحمد لله الإخوان الوليدات طبقوا ولو 50-60% من التعليمات اللي عطيناهم في الفيستيار. إن شاء الله المباريات المقبلة الفريق غادي يقول الكلمة ديالو، وغادي نحاولوا إن شاء الله في الانتدابات الشتوية في شهر دجنبر نحاولوا على نقلبوا على شي عناصر اللي تدعم الفريق وتكون في المستوى وتعاوننا ان شاء الله بحول الله.